بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. اليوم أعزائي متابعي القناة، سوف نقوم بعرض أهم تفسيرات ودلالات رؤيا الزيتون في المنام، سواء كان منام الشاب الأعزب أو الرجل المتزوج، والبدء مع أهم تفسيرات ودلالات رؤيا الزيتون في منام الرجل المتزوج. ففي حال إذا ما رأى الرجل المتزوج في منامه أنه يقوم بزراعة الزيتون، فإن تفسير ودلالة رؤية زراعة الزيتون يشير ويدل أن هذا الرجل سوف يستطيع تحقيق ما يتمناه من الأمنيات والأحلام والطموحات، ولكن هذا بعد بذل مجهود كبير من جانب الرجل، والله أعلى وأعلم. وأيضا من أشهر وأهم تفسيرات ودلالات رؤية الزيتون في منام الرجل إن الزيتون في منام الرجل دائما ما يكون إشارة ودلالة على المال الحلال الذي سوف ينعم به هذا الرجل، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا ما رأى الرجل في منامه الزيتون الأخضر، فإن التفسير ودلالة رؤية الزيتون الأخضر يشير ويدل إن هذا الرجل سوف يحصل على كثير من الأموال، وسوف يكون له رزق كبير بإذن الله، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الرجل المتزوج في منامه الزيتون الأصفر، فإن التفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات غير المحمودة، لأن الزيتون الأصفر في المنام يكون إشارة ودلالة على أكثر من شيء، وهذه الأشياء هي إن الزيتون الأخضر قد يكون دلالة وإشارة على المرض، أو قد يكون دلالة وإشارة على الفقر الذي سوف يصيب الرائي، وأيضا قد يكون دلالة وإشارة على حدوث الأمور المحزنة للرائي، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الرجل نفسه في المنام يقوم بقطع شجر في الزيتون، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية أيضا يكون من التفسيرات غير المحمودة، لأن رؤية قطع شجرة الزيتون في المنام دلالة وإشارة وإنذار لصاحب المنام إنه سوف يتعرض لخسارة مادية كبيرة، لذلك عليه أن يكون حذر كثيرا في الأيام المقبلة، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الرجل نفسه في المنام يقوم بفتح الزيتون وإخراج النواة منه، فإن التفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل إن هذا الرجل يواجه العديد من المشكلات والصعوبات، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الرجل نفسه في المنام يقوم بحرق شجرة الزيتون، فإن التفسير ودلالة رؤية حرق شجرة الزيتون يشير ويدل إن هذا الرجل يقوم بفعل الكثير من المعاصي والذنوب، وعليه التوبة عن فعل هذه الأمور حتى ينال رضا المولى عز وجل، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الرجل نفسه في المنام يقوم بجمع الزيتون من أعلى الأشجار، ولكن أثناء الجمع يساعده شخص ما، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل إن هذا الرجل سوف يتعرض لأزمة مادية أو أزمة في حياته، ولكن سوف يساعده أحد الأشخاص، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الرجل المتزوج في منامه إنه يقوم بعصر الزيتون، فإن تفسير ودلالة رؤية عصر الزيتون في المنام يشير ويدل إن هذا الرجل يبذل مجهود كبير ويتحمل الكثير من المشقة والعناء من أجل الوصول إلى ما يحلم به ويخطط إليه، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم تفسيرات ودلالات رؤية الزيتون في منام الرجل المتزوج. أما الآن فسوف نسرد عليكم أهم تفسيرات ودلالات رؤية الزيتون في منام الشاب الأعزب، والبدء مع رؤية الزيتون في منام الشاب الأعزب يكون لها تفسيرات ودلالات متعددة. من أهم وأشهر تلك التفسيرات إن رؤية الزيتون في منام الشاب الأعزب هي دلالة على الخير والرزق الكبير، وأيضا الزواج الذي سوف ينعم به هذا الشاب. أما في حالة إذا ما رأى الشاب في منامه إنه يقوم بجمع الزيتون، فإن تفسير ودلالة رؤية جمع الزيتون تشير وتدل على نصيبه وقسمته التي سوف ينعم بها الله عليه، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الشاب في منامه شجرة الزيتون، فإن تفسير ودلالة رؤية شجرة الزيتون يشير ويدل إن هذا الشاب هو شاب نافع مجتهد
يحاول دائما أن يساعد أهله وأخواته، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الشاب في المنام أنه يقوم بعصر الزيتون أو رأى عصر الزيتون، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات المحمودة، لأن تلك الرؤية تشير وتدل أن هذا الشاب الأعزب سوف يستطيع الحصول على كثير من الخير في هذه الحياة، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا ما رأى الشاب الأعزب في منامه أنه يقوم بحرق شجرة الزيتون، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل أن هذا الشاب يفعل معاصي وذنوب، ولكنه ندم على ما فعله من أمور ويتمنى التوبة إلى الله عز وجل، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا ما رأى الشاب الأعزب في منامه شجرة الزيتون، فإن شجرة الزيتون رمز ودلالة على عدة أشياء، من أهم تلك الأشياء هي إن هذا الشاب الذي رأى شجرة الزيتون في منامه سوف يتزوج من فتاة، سوف تتمتع هذه الفتاة بعديد من الصفات، والصفات هي أن تكون حسنة الخلق وذات سمعة طيبة، وأن تكون فتاة شريفة وصالحة. وأيضا رؤية شجرة الزيتون دلالة وإشارة على قرب زواج هذا الشاب الأعزب، وأيضا دلالة وإشارة على حصول هذا الشاب الأعزب على كثير من الخير في الدنيا، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا ما رأى الشاب في منامه أنه يحمل صفيحة زيتون، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل أن هذا الشاب الذي كان يحمل صفيحة الزيتون في المنام سوف يدخل قريبا في مشروع، وسوف يكون هذا المشروع ناجح بإذن الله، وسوف يحقق هذا الشاب العديد من الأمور الجيدة في هذا المشروع، وسوف يستطيع كسب وتحقيق العديد من الأرباح، والأموال الكثيرة سوف تكون من نصيبه بإذن الله، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون أعزائي وأحبائي في الله، قمنا بعرض أهم التفسيرات ودلالات رؤية الزيتون في المنام، سواء كان منام الرجل المتزوج أو الشاب الأعزب. عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.